ما عندكش احساس بالناس ولا ايه؟ كلاكس 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 كلاكس، ايه شارع ابوك يا ست بلالينا؟ الراجل ملوش ذنب، بقاله ساعة عايز يخرج والعربية التانية قافلة عليه وشد الفرامل ومعشقة كمان. ايه ده؟ يعني انا والعربية قافلين النهاردة؟ طب والعربية التانية دي بتاعت مين ان شاء الله؟ ما انت المفروض واقف كده وعارف كل صغيرة وكبيرة. والله ما اعرف، اول مرة اشوفها في المنطقة. ده انا دخلت اغسل وشي وطلعت لقيتها راكنة وقافلة على الاستاذ. طب ما تشوف لحسن يكون فيها متفجرات ولا حاجة ويكونوا الإرهابيين مستهدفيني. بقى بذمتك في عربية مليانة دباديب وقلوب يبقى فيها متفجرات وبعدين يستهدفوكي ليه؟ ما هي دي حركاتهم. لا يا أخويا، أنا هدخل جوه وأسيب بقى اللي يكلكس يكلكس، إن شاء الله يجيلك صداع، جلطة، ضغط. إيه ده؟ يعني ممكن العربية فعلا يكون فيها متفجرات؟ طب انا ادخل محلي بقى واقفل عليا واعمل تليفون لخبراء المفرقعات لحسن انا قربت افرقع من الست بلالينا دي. ارجو من الساده المستمعين واللي عندهم عربيات ما يقفلوش على عربيات الناس، ولو شاءت الظروف وقفلتوا سيبوا الفرامل، ولو مش هتسيبوا الفرامل سيبوا رقم التليفون عشان ما يعرفوش ان فيها متفجرات. ده انتوا تقفلوا اكتر ما الواحده قافله.